في إحدى الفترات الزمنية كان هناك إمبراطورية عظيمة تحكم نصف سكان العالم، حيث كان الناس يتجمعون في مدرجات ضخمة ليشاهدوا مشاهد دموية ويهتفون ويشجعون بينما يقتل العبيد على أيدي وحوش ضارية. مرحبا بك في الإمبراطورية الرومانية، حيث كانت المرأة تعتبر كائنا نجسا، ممنوعة من تناول اللحم، ممنوعة من الضحك، ممنوعة من الحديث، وكأنها بلا روح. وبجانب تلك الإمبراطورية كان هناك الإمبراطورية الفارسية التي كانت تحكم النصف الآخر من العالم، التي بعد انتشار الظلم فيها سنوا قانون يقول أن الناس سواسية في كل شيء، ففرح العامة بهذا القول ولم يدركوا أن المقصود بالمساواة ليست في الحقوق والواجبات بل في المال والنساء فقط. فكان الأقوياء يأخذون النساء وأبناء الفقراء، بينما لا يحق للفقراء الاعتراض أو الشكوى حتى. أما إن كنت يا صديقي تعيش في الهند وقتها، فستستيقظ على صراخ فتيات يقوم أهلهن بحرقهن أحياء، حيث كانت الأرامل يحرقن أحياء بعد وفاة أزواجهن لأنهن اعتبرن لا يستحقن الحياة بعدها. أما إن كنت في أوروبا وقتها، ستجد الجهل والأمية متفشيين في المجتمع، لدرجة أن الأمراء كانوا يتفاخرون بأنهم لا يجدون القراءة والكتابة، وكان العلماء في مهانة شديدة. وأما إذا ذهبت إلى بلاد العرب قبل الإسلام وقتها، ستجد أن الوضع كان مزريا أيضا، حيث كانت الحروب القبلية ووأد البنات والظلم منتشر. كانت الظلمات فوق الظلمات في تلك الحقبة من الزمن، وكان لابد من رحمة للعالمين. فبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء رحمة للعالمين ونصرة للمظلومين. جاء الإسلام ليخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الظلم إلى نور العدل، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. ففي تعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رفع مكانة المرأة ومنحها حقوقها كاملة، قائلا استوصوا بالنساء خيرا، مؤكدا أن الرجال والنساء متساوون في الحقوق والكرامة. وجاء الإسلام ليرفع من قدر العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء الإسلام مانعا للظلم والظلمة، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، داعيا إلى العدل والمساواة الحقيقية بين الناس، مؤكدا أن كل شخص لديه حقوقه ولا يجوز انتهاكها. يا رسول الله كنت نورا أضاء لنا الطريق، صلوات ربي وسلامه عليك. دعونا نتعرف أكثر على سيرته العطرة التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد تذكر لتاريخه، بل هو اتباع خطاه في كل تفاصيل حياتنا. فاقتفاء أثره يعني أن نعيش بأخلاقه، وأن نتحلى بصفاته، وأن ننشر نور الإسلام كما نشره هو. كنت أعلم أن هناك من سيأتي ويغير العالم، بل أرسل الرحمة للعالمين، سيخرجونك من أرضك. لقد جاء رسول الله إلى المدينة. الله أكبر. 10,000 مقاتل سيبيدون المدينة.